اهلا ومرحبا بكم. نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من معهد الإسكندرية العالي للإعلام، ونستهلها بأبرز العناوين. آليات تنفيذ مشروعات التخرج في اجتماع طارق. طلاب قسم الصحافة بالإسكندرية العالي للإعلام يفوزون بمنحة مجانية بمدينة الإنتاج الإعلامي. استضافة لقاء الصداقة الثقافي لمعاهد الإسكندرية وغرب الدلتا بالإسكندرية العالي للإعلام. وإليكم التفاصيل. عقدت الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد المعهد اجتماع طارئ لطلاب المستوى الرابع بجميع أقسام المعهد وبحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. هدف هذا الاجتماع إلى تعزيز قدرة الطلاب على تطبيق المهارات والمعرفة المكتسبة خلال الدراسة أثناء تنفيذ مشروعات التخرج الخاصة بهم. كما تناول الاجتماع كيفية وضع آلية لتنفيذ المشروعات لتقديم أفكار جديدة تعكس آمالهم وطموحاتهم للظروف المحيطة والقضايا المجتمعية، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح. حرصاً على دعم وتشجيع معهد الإسكندرية العالي للإعلام لطلابه بقسم الصحافة وتحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد المعهد، تم ترشيح 5 طلاب بقسم الصحافة بمختلف مستويات المعهد لحضور منحة مجانية بعنوان الإعلام الشامل بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهم الطلاب ميرنا الخولي، كرولوس جمال بالفرقة الرابعة، والطلاب بوسينة صلاح وميرنا ماهر ودعاء عصام بالفرقة الثانية. وجاء ذلك تقديراً لجهودهم في العمل بجريدة الإسكندرية اليوم التابعة للمعهد تحت إشراف الصحفي محمد معوض رئيس التحرير، وفوزها بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمهرجان الشروق لإبداعات الطلاب. وعليه تأتي تلك المنحة استكمالاً لدور المعهد في مكافأة الطلاب المتميزين وتشجيعهم، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح. أعلنت إدارة رعاية الطلاب بمعهد الإسكندرية العالي للإعلام وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي عن استضافة وتنظيم لقاء الصداقة الثقافي لعام 2023 بين معاهد غرب الدلتا والإسكندرية في الفترة من يوم الاثنين الموافق 27 من فبراير الجاري وحتى الأربعاء الأول من مارس القادم. وعليه يأتي ذلك اللقاء في المجالات الآتية: القرآن الكريم، الأحاديث الشريفة، الإلقاء، الإنشاد الديني، الترانيم، صحف الحائط، دوري المعلومات الثقافية. وإلى هنا قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. كانت معكم شهد عمرو. نلقاكم على خير.